اليوم نعرفكم بالخط نتاع السكك الحديدية الجديد اللي يربط ولاية سعيدة بولاية تيارت، إذن عبر مرورا بولاية سيدي بلعباس على امتداد 120 كيلومتر. كان سبق لي وقلت 270 كيلومتر في الفيديو الأخير، لكن في الحقيقة الخط هذا فيه 120 كيلومتر وفيه 8 محطات تمر عبر كما قلنا الثلاث ولايات هادو. إذن هنيئا لسكان المنطقة، وإن شاء الله المزيد من المشاريع هذه. وهذا الخط هو جزء من طريق يعني من خط نتاع السكك الحديدية تاع الهضاب العليا، واللي لازم الآن الإنشاء هو يعني مقرر يعني في الخطة الحكومية. هو القرار الرائع والصائب جدا هو إنشاء مناطق صناعية على طول الطريق هذا نتاع السكك الحديدية، إنشاء مناطق صناعية بالقرب من هذا الطريق. وكذلك حبذا لو بما أنه فيه طريق سيار للهضاب العليا كذلك موازي لهذا يعني لهذا الخط من السكك الحديدية، حبذا لو كل هذه المناطق الصناعية تنشأ ما بين الخط السكك الحديدية وخط طريق السيار نتاع الهضاب العليا، إذن لتوفير المواصلات ومع باقي التراب الوطني. والله هذا المشروع لو يعني يتم يعني بالصيغة هذه، يعني عدة مناطق صناعية ما بين الخطين هذو، خط طريق السيارة وخط السكك الحديدية، سوف هذا مشروع سوف يغير وجه الجزائر إلى الأبد. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.